أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين داخل استوديو الحياة في فقرة التحليل التحكيمي، والكابتن رضا البلتاجي مشرفنا كابتن النهارده. أهلا بك كابتن سيف، ازي حضرتك؟ والله بخير الحمد لله. يعني أبدأ النهارده لقاءات مهمة جدا كابتن سمير عثمان، لقاء الداخلية والمصري، ويعني حديث على أكثر من لعبة، ولكن ضربة الجزاء عليها حديث كبير جدا على بعض المواقع في الإعلام، رأي حضرتك فيها إيه؟ خلينا نعزي الاول كابتن جبل غندور في وفاه والدته. طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا كده يصبره. انا يعني ما ادركتش الجنازه امبارح، انا ما تابعتش ماتش سمير، لكن شفت بعض الحالات وانا جاي. لو موجوده جاهزه معانا كابتن ياسر نتكلم عنها، ولا نبدا بالزمالك؟ في طريق المرمى عمل مخالفة مفترض في ركلة جزاء، غضبان دايما على أبلال. لا استخدم الكرة، أعاق، أحيانا تمسك بالجسم أو تمسك بالذراع في مسك، وممكن تقول كمان في ضرب، يعني استخدم الكرة بالمسك ولا بالضرب، في كل الأحوال في مخالفة تستوجب ركلة حرة مباشرة. الحدث داخل منطقة الجزاء مختلف ركلة جزاء. هنا ركلة جزاء ثانية محتسبة. دي ركلة الجزاء التي احتسبت. لأشرف لاعب المصري. والكاميرا راحت. في مخالفة. عندنا زاوية ثانية. هي لعبة من بره يعني دخل. من خارج منطقة الجزاء. من خارج منطقة الجزاء. هنا مخالفة هنا. يلا يا ياسر يلا. كمل. لا الحدث من خارج منطقة الجزاء. خارج منطقة الجزاء. هو هنا كان ساقط بقى. أطلع؟ هنا كان سقط يعني. لا لا الحدث من داخل منطقة الجزاء. كده دي ضربة جزاء غير صحيحة. الحالة دي تسلل. على الأبيض المصري المهاجم. مفيش تسلل، واضح المدافع خلف مغطي أقرب لخط مرمى. الرأي غير صحيح. الرأي غير صحيح. تسلل غير موجود. تمام. طيب نخش على لقاء الزمالك سريعا. الزمالك اول حاله جهاد جريشة الاقرب لكاس العالم في بدايه المباراه. ماتش الزمالك تبعنا انتهى بالتعادل بهدفين. اللعبه دي كانت بتصيب انا وصلت قدامها كتير، هبص لها اكتر من مره في ايد حارس المرمى، الحكم اشار باستمرار اللعبه. عندنا اعاده ليها. يلا الكره طلعت. يلا المهاجم جري هاف هنا. كمل لا كمل 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 ياسر. في مخالفه ولا مش مخالفه؟ في مخالفه. في مخالفه. الحقيقه انا قلت ده من اللعبه دي كتير. صحيح الكوره مش في سيطره المهاجم ومش معاه ومش هطولها ومش هيحصلها. يلا. لكن في اهمال من المدافع. يعني في اهمال من المدافع، دي في وسط الملعب يا كابتن سيف. في مخالفه بفاول. وهو مش رايح تراجع الكوره اصلا يا كابتن. بالمره بس كابتن، هو على فكره اثناء المباراه دي انا سمعت اكثر من معلق ما حدش علق على اللعبه دي خلاص بالمره خلاص يعني. لكن انا عدم هرجع لها ثاني يا كابتن ياسر. اللعبه الصراحه لانها بتعدي كتير قوي حقيقه، يعني احنا بتقول لك ايه اللعيب مش هيلحقها، مش في حوزته، مش في سيطرته. لكن الكوره في لعب، الكوره ما خرجتش خارج حدود الملعب. بص المدافع، بص المدافع. خلاص. مدافع ساب الكوره باهمال. دفع هنا مش مكتف، مش ادي دفع بالجسم. في مخالفه مفترض ركله حره مباشره. دي لو نص الملعب تبقى فاول، هنا مفترض تبقى ركله جزاء. انا يعني انا مين الاخطاء هنا، الحكم ولا المدافع؟ لاعب
يتحمل وزر القضاء. يعني انا كنت افضل ان جهاد يظفر دي ويدي المخالفه طالما الكره في الملعب، طالما الكره ما بتتخطى حدود حدود الملعب، المدافع اهمل يشيل ركله جزاء. دي الحلقه الثانيه عندنا في الدقيقه تقريبا 43 من الشوط الاول، شاطط ومدافع وحكم في مكان رائع ادى ركنيه. عندنا العدا وبص الكهرباء نفسه صاحب الحدث رجعت له ثاني ومدافع شاركه. انا اتفق مع الحكم في قراره ما فيش مخالفه وادى ركنيه لانه لعب الكوره. لعب الكوره صح؟ لعب الكوره. طب خليك من الزاويه دي ثاني كده. ايوه الزاويه دي. لعب الكوره والحكم بذل مجهود في اللعبه دي وجيت مكان صح. اتفق معاه. وعلى رد الحالات صعبة، لكن انا اتفق مع الحكم في قراره ليس هناك ركله جزاء. هو حتى كهربا ما بيطالبش ركله جزاء، يعني طلب كهربا نفسه ما وصلش للحكم ما بيطالبش ركله جزاء. الكره كانت جايه مرتده، الحكم جايب اقصى سرعه واشار بركنيه واتفق معاه في قراره ليس هناك ركله جزاء. الحدث ده كان في الدقيقه 43 من الشوط الاول والنتيجه كانت 1-1. تمام. يلا ياسر نشوف الحاله التاليه. ما فيش مخالفه. هنا مطلع الشوط الثاني المقاصة خد ودخل ودخل منطقة الجزاء. من أول واحدة قلنا ركلة جزاء. عندنا عادة أكثر وضوحا. تهور غير طبيعي من حمامة طولبة كابتن. لو شوف كابتن أقف هنا ارجع يا إسراء. لو التمسنا بعض العذر لجهات في اللعبة السابقة لا عذر هنا لإسراء. هنا ركلة جزاء وركلة جزاء سهلة. يلام عليها جد ديش. مين لعب كورة؟ حمادة مالوش دعوه بالكوره خالص. ما نجحش في لعب الكوره مره خالص. في مخالفه كده. في مخالفه تصدر ركله جزاء. هات ارجع اللعب اللايف بتاعها ياسر تاني عشان اشوف الحكم كان فين. لا اللعبه نفسها سابقه. اشوف الحكم كان فين وقت وقت الحدث وقت المخالفه. الكوره جايه من نص الملعب وهو جاي بيلاحق المهاجم والمدافع وبعدين يلا ياسر. خد ودخل ادي المخالفه. الحكم ظهر في الكادر قريب وشاف مكان صح، يعني مكان قريب كويس تقريبا على بعد 10 يردات تسمح له برؤيه جيده. قال لهم جهاد جريش المفترض تحسب ركله الجزاء سهله على نادي الزمالك. ما اعرفش تقديره غير صحيح. الحاله الثالثه نشوف الحاله الرابعه الهدف الجميل بتاع المقاصه كرة في القائم والعرضة وارتدت. هدف جميل صحيح ما فيش أي مخالفة. هدف تقدم للمقاصة 2-1. عمر النجد يعني. نبص على الصورة على الحكم مساعد تركيزه مع آخر تاني مدافع. واقف صح. الصعوبة دي لو صدمت بالعرضة كابتن سيف ودخلت وخرجت تاني. يعني كابتن جهاد النهاردة ثلاث ضربات جزاء ما بيحسبهمش. احنا بنتكلم في اثنين يا كابتن. حضرتك في اثنين للزمالك؟ لا لا احنا قلنا في واحده للزمالك وواحده على الزمالك. واحده هنا واحده هنا. واحده هنا واحده هنا. الثالثه اتفقنا معاه في قراره ليس هناك ركله جزاء اللي هي بتاعت كهربا. هنا صفر وبنظار وكهربا رايح يعترض مش عارف يعترض ليه. انذار صحيح مليون في المية. انذار صحيح بس كهربا بدا يبقى هو اللي شوف اللعيب نفسه صاحب الخطا كابتن سيف صاحب المخالفه ما اتكلمش بالمره مع الحكم. يعني رقم اربعه عمر جابر ما اتكلمش ما راحش الحكم. هو عارف ان هو عمل خطأ ومخالفه تستوجب انذار. زي ما تقول الحكم جيده شايف الحدث. مخالفه صحيحه. الكوره راح. تتفق يا كابتن معايا ان كابتن جهاد النهارده عدم ظهور الكارت عمل خشونه بشكل كبير جدا في اللقاء؟ برضه انا مش لا لا ماتش ماشي يعني انا بتفق معاه في 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 الكارت ده في الكارت لان صح بس في العاب كتير جدا مش عاجبني طبعا اعتراض كهرباء هنا يمكن وجود جيد للحكم الحمد لله حمدنا ربنا يعني السقوط ربنا سلم مصطفى فتحي. طبعا حارس مرمى نجح في لعب الكوره. كل اللي بعد كده تصادم عادي. العبره هنا لعب مين لعب الكوره؟ حارس مرمى نجح في لعب الكوره بعد كده تصادم ما فيش اي مخالفه والحمد لله ربنا سلم ومصطفى فتحي قام بسلامه
اللعيب المحبب للجمهور الزمالك، جمهور مصر كلها حقيقه بادب واخلاقه وفنه جميل مفيش مخالفه، حارس مرمى نجح يعني، هو مش داخل ياذي الجون كمان، هو عمل جامب محترم، ديش موجود عنده خالص بالمره طبعا، على خلاف من لعيبه كتير، لعيبه كتير بتكمل بتخش بتخش تاذي، والحمد لله ربنا يعني نجاه وربنا سلم وقام واسعد الجمهور طبعا بالهدف اللي احنا شفناه في نهايه المباراه. هجمة الزمالك ارتدت، ولوم للحكم ولوم للمساعد. انا كابتن اول مره اشوف الكوره دي. هنا لوم لا 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 إيه؟ لا لا ايه ده يا كابتن؟ ارجع تاني يا ياسر، فاول ولازم انذار كمان، الحكم ما حسبش حقيقه الومه كابتن جلاب ما حسبش. انا اول مره اشوف في الملاعب الكوره دي يعني، حتى ما شفناها تحت وعلقنا عليها لا يعني ده رايح بالكوع بالظبط، ده رايح يعني ببنيه واضحه وصريحه جدا، انذار فدي ولوم ولوم احمد حسام طه اللي كان رائع في احتساب التسللات وكان عليه عيب كبير جدا ولازم يا كابتن دي قدامه بلوم. انا قلت بلوم حسام المساعد وبشيل بادائه في احتساب الاخطاء التسللات، لكن طبعا يلام لانه كان قريب جدا من الحدث دوت، ويلام جهاد انه ما يحسبش فاول بالسهوله دي. خلاص يا ياسر يلا نكمل، واضحه تماما ما فيش خلاف عليها ان الكوره في فاول ونقص عقوبة إدارية كمان. هنا الحكم اشار باستمرار اللعب، لعيبه المقاصه رفعت ايديها يعني بتوحي او بتقول بتاكد ان في حاجه، ادي الاعاده بتاعت اللعبه، لعب ايه؟ لعب بالايد مش برجلة، التعمد لعب الكره باليد مفترض احسب ركله حره مباشره، الحكم ما شافهاش او خدها كابتن صح؟ يعني هو كنت تحسب بس يا اسيف يا كابتن احنا بنتكلم في الصح يعني ادي بهدف السيطره وخد وجري ولعب واضحه تماما يعني، الحكم ما عرفش رغم ان هو كان في مواجهتها شاف رجله وطلعت، هو تخيل ان هو لعب رجلي لكن في كل الاحوال المفترض لمسه يد. هدف الزمالك في الدقيقة تقريبا السادسة من الشوط من وقت البلاغ ضائع، الهدف صحيح وإشادة المساعد الأول برضو أحمد حسام اللي كان احنا قلنا إن هو كان مميز في التسللات، مفيش تسلل وقرار صائب وقت انطلاق في لعيب داخل منطقة الجزاء وهو تقريبا على الخط بالظبط، الحكم في الكادر في الصورة باين عندنا ومش باين هناك في أقع على الصورة كده ده وقت انطلاق الكرة، في واحد مدافع داخل منطقة، الهدف جميل وصحيح وليس هناك اي مخالفه. هذه صفره نهايه المباراه، وبرده كهربا بيمارس هوايته وجري على الحكم وبشكل برده غير لائق وبيبص الساعه ومش الساعه، حقيقه كنت اتمنى حكم الشوط. شوف الزحمه دي كلها بسبب تصرف كهربا، يعني الزحمه دي كلها بسبب كنت اتمنى والقانون يقول لي اديله انذار مش هيعملها تاني يعني، برضو شوف حط ايدك على بقه ما اعرفش بيقول ايه بس طبعا واضح ان هو يعني لا يليق، واكيد الزمالك المفروض يعني يكون ليه عقوبه من نادي الزمالك. بص حضرتك الصوره بقى في المقصوره مغيره خالص، المنظر جميل، علاقه يعني منظر جميل، انت خدت 7 دقايق يا كابتن، خدت 7 دقايق وقت ولا رائع، جبت جون في الدقيقه 6 والوقت مظبوط فعلا يعني الوقت بدل ضاع كان صحيح وجميل، لكن تصرف غير لائق يعني ما فيش ما بيبرره يعني يعني مفيش خلاص روح سلم على الحكم زي ما نشوف كابتن. يعني بنتكلم على النهارده اخطاء يعني كبيره للتحكيم، بس جهاد جريشه يعني مستقبل مصر في التحكيم، ادى النهارده مباراه جيده يعني، انا الومه في اللعبه الومه قوي في اللعبه ركله الجزاء غير محتسبه على نادي الزمالك بتاعت حمله طلبه، والومه طبعا في اللعبه الاولى اللي هي بتاع الشوط الاول اهمال من المدافع، صحيح كرة مش متناوله مش مع المهاجم لكن المهاجم اخطا وارتكب مخالفه تستوجب فاول في نص الملعب، احسبها فاول احسبها في 18 فاول. ودي مثلا وانت جهاد رقم واحد في مصر يعني، واملنا ان شاء الله في كاس العالم يعني تدي كام حضرتك النهارده سمير عثمان؟ يعني عشان ادي درجه لازم اشوف ماتش كامل يا كابتن سيف، لكن الحقيقه تدي كام حضرتك لجهاد جريشه؟ الوم جهاد لان يكون في ركله جزاء بعد اللوم يبقى 7.5 7.5 ركله جزاء في مباراه يبقى 7.5 حكم كبير ولمسه يد بشكل انا شايف فاول الاخير دوت بكوع يعني جهاد، عايز اقول لك بس حكامنا متوترين قلقانين
يعني الظروف اللي فيها رئيس لجنه سافر، رئيس لجنه جديد، الوقت الحكام الدوليين بيلعبوا كل اسبوع والولاد صغيرين وانا شايفهم رائعين وممتازين. انا اكتر من مره كررت ان عندنا 15 حكم في الدرجه الاولى بنفسه الاحتلال المكان في القائمه وظروف السن مش بيساعدهم. الكل متوتر، كل خايف يغلط، انك احيانا بتجيد وتهاجم. الحكام الان يعني انت عارف جهاد ماتشاته في افريقيا اسهل من كده، سهل من كده بمراحل. التحكيم يعني جهاد يحكم نهائي افريقيا ما يعرقش بكل سهوله. اتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. كابتن رضا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ومزيد كده ان شاء الله من التوفيق. اشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده مع نجم التحليل التحكيمي كابتن رضا البلتاجي.